حلقات رمضان السنه دي كلها قصص حب، واحد وواحده قابلوا بعض صدفه في مكان عام او في حفله مثلا، ويبتدي بقى ايه عينيهم تطلع منها قلوب وقلبهم يطلع منه فراشات ويقعوا في حب بعض من اول نظره. طب هي ايه الحكايه دي؟ قصص وروايات وافلام ومسلسلات وحاجات كتير قوي حكت عن الحب من اول نظره، الحاله الساحره اللي بتحصل مره في العمر وبتلاقي فيها توأم روحك وتدخل معاه في قصه حب وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات وكده اهو. طب هل الحب من اول نظره ده حقيقي ولا اسطوره صنعتها القصص الخياليه؟ هو حقيقي ومش حقيقي. يعني ايه بقى؟ بصوا بقى يا اخواتي السناجل، موضوع الحب من اول نظره ده محير فعلا، وقعدت اتعملت عليه دراسات كتير قوي لحد ما وصلنا لدراسه حصلت في 2017 من جامعه هولنديه سمته بالوهم الايجابي. الحب من اول نظره ده بيحصل على مراحل. اول مرحله لما بنحس بانجذاب جسدي ناحيه شخص، ساعتها مخنا بيبتدي ياخد باله ان دي اول مرحله للاعجاب، ويبتدي يفرز هرمونات تزود لك الشعور ده. مخك يقول لك ايه، مش انت وقعت يا حلو، تعالى بقى ازود لك الاحساس ده وعايشك في الحاله بتاعت حب وجنه انا عشت فيها. فيبتدي بقى يفرز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعاده، وهرمون الاوكسيتوسن اللي هو بيسمى بهرمون الحب عشان بيزود الانجذاب الجنسي ومشاعر ايجابيه ناحيه الطرف الاخر. في اللحظه دي جسمك بيشغل كل ادواته عشان يدخلك في المرحله بتاعت والهيام بقى والحاجات دي. فتبص للشخص تقول بس هو ده اللي انا بحلم بيه، ونحط الشخص ده في كفه والدنيا كلها في كفه، فالشخص ده يسقف بالكفتين على وشنا. مع انك عمرك لا قابلت الشخص ده ولا تعرفه على المستوى الشخصي، بس التسارع بتاع حاله الاعجاب والانجذاب اللي بتجيلك بتحسسك انه لا، الموضوع ده فيه حاجه مختلفه. وكتير من المتجوزين والكابلز لما يجوا يتكلموا عن قصه حبهم يقولوا لا دي كانت حب من اول نظره، لان بيحصل لهم حاجه اسمها سيلكتيف ميموري بايس او انحياز الذاكره الانتقائيه، وهو انهم لما بيجوا يحكوا قصتهم غصب عنهم مش بينقوا غير اللحظه دي في الذاكره بتاعتهم، ويردموا بقى اي ذاكره تانية مش مرغوب فيها، فيبان الموضوع ان هو حب من اول نظره وما تدخلش فيه اي عوامل تانية. واعراض الحب من اول نظره او الانجذاب بتبقى متشابهه كده بالناس كتير، بيبقى ميكس كده ما بين ان انا ضربات قلبي زايده قوي وعندي شويه ضيق تنفس وحاسه بسخونه وشويه غثيان في المعده اللي هم بيسموه فراشات، ولا فراشات ولا حاجه، ده غثيان عادي حبيبي، وشويه ارق والاكل مش متظبط، وتركيز زايد في الشخص اللي انا معجب بيه وابقى زي العبيط لما اشوف، والف هنا وشفا جسمكم عمل معاكوا السليمه، وكده انتوا وقعتوا في اول مراحل الحب. طب بعد بقى كل الدباديب والقلوب دي، هل الحب من اول نظره بيتبني عليه علاقه حقيقيه؟ هنا بقى لازم نرجع خطوه ورا، علشان في ابحاث كتير اثبتت ان 60% من الناس اللي بتمر باللحظه بتاعت الحب من اول نظره مفاجاه بيمروا بيها مره واتنين وتلاته واربعه، ما انا قلبي مساكن شعبيه بقى. فالفكره بقى ان احنا ممكن نعتبر ان الاعجاب او الحب من اول نظره ده بيبقى علامه قويه ايجابيه جدا ان في ارتياح وفي انجذاب للشخص، بس هي مستحيل ان هي تبني علاقه وتدوم للابد، وكده كده ما دام لوجه الله. فبعد ما نختبر اللحظه دي ما ينفعش نسلم ان هو ده الحب الحقيقي، لا، هي مجرد بداية، لأن العلاقات الحقيقية بتتبني على تفاهم، على أرضيات مشتركة، على إن احنا نبقى بنسمع بعض، على إن احنا نشوف احنا مصدقين في بعض ولا لأ. وسواء انت بقى لقيت الحب ده ولا ما لقيتوش، دايما تخليني آخر حاجة تشوفها قبل ما تنام. Good night.